بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي ناقص واحد. حلقة اليوم إن شاء الله هتكون تكملة لما بدأناه في حلقتين السابقتين بعنوان طب التخسيس. هذا هو الجزء الثالث من هذا العنوان، وكنا بدأنا قبل عيد الأضحى المبارك. كل عام حضراتكم بخير، ولو أنها متأخرة شوية، ولكن ده أول تسجيل لنا بعد عيد الأضحى المبارك. تحدثنا في حلقتين سابقتين عن طب التخسيس، ومن قبلهما تحدثنا عن التخسيس الوهمي في ثلاث حلقات، وشفنا الوهم قد إيه في عالم التخسيس، شفنا الوهم ممكن ياخدنا لغاية فين على مدار ثلاث حلقات، وكان لازم إن إحنا نتبعهم بطب التخسيس. وتحدثنا في حلقتين سابقتين عن طب التخسيس، ولو تتذكروا هذكر بس حضراتكم ليه احنا اخترنا كلمة طب التخسيس او عنوان طب التخسيس. كان ممكن اقول التخسيس الطبي، كان ممكن اقول التخسيس في الطب، كان ممكن اقول التخسيس السليم الى اخره، ولكنني تعمدت ان انا ابدأ بكلمة طب التخسيس عشان حضرتك تعرف ان هناك ما يسمى بالطب في مجال التخسيس وليس التخسيس في مجال الطب، وتفرق كتير جدا، يعني ليس البعض من الكل ولكن الكل في البعض. طب التخسيس تدرج وتطور زي ما شرحنا في الحلقتين السابقتين، من ورقتين في منهج البطنة كنا بناخده في سنة ستة، من ورقتين إلى مجلدات، إلى دكتوراه، إلى ماجستير، إلى زمالة، إلى آخره، ولسه هيتطور أكثر وأكثر. وقلت لحضراتكم سر هذا التطور أو هذا الاختلاف الفظيع اللي حدث في طب التخسيس، وإزاي السمنة أصبحت هدف لكل طبيب يبحث عن علاج لكثير من الأمراض. ومنظمة الصحة العالمية كما تتذكروا قلت لحضراتكم إن هي في مقولة مشهورة جدا: The obesity is the mother board of all diseases، أو السمنة بوتقة كل الأمراض. وجدنا أن زيادة الوزن رغم أنا آسف في الكلمة هيفتها وبساطتها، ولكن وجدنا أن لها بصمة خلف كثير جدا جدا من الأمراض. وجدنا أن أول خطوة في علاج كثير من الأمراض بتكون فقد الوزن الزائد. وبالتالي استغل كثير من تجار البشر زي ما سميناهم مع بعض في التخسيس الوهمي، واللي هم بيتاجروا بصحة حضرتك، النقطة دي ان انت لازم تخس وعايز تخس، فابتدى يزن على ودانك بكثير من الوهم اللي احنا اعتقد استعرضناه بما فيه الكفاية في ثلاث حلقات. وعرفنا برضو مع بعض ان احنا لازم نقصد طبيب متخصص في هذا المجال. وبعتها تاني، رغم بساطة الحكاية ورغم هيافة المشكلة، انا اسف في الالفاظ والله، ولكن انا دايما يعني بحب ان احنا نتحدث مع بعض ببدائية تامة جدا جدا وبتلقائية تامة. الموضوع بسيط جدا، الموضوع هايف جدا، ولكن يتطلب متخصص في هذا المجال عشان يبقى بسيط. ولكن إن لم يكن هناك متخصص في هذا المجال أصبحت المشكلة عويصة جدا، وأصبحت المخاطر أخطر من السمنة ذاتها. وأعتقد إن ده الكلام اللي إحنا وضحناه لحضراتكم في التخسيس الوهمي، وبدأنا مع بعض نعرف الطريق السليم لفقد الوزن أو الطريق السليم للتخسيس الآمن. واتفقنا سويا ان انا علشان اقول تخسيس امن لابد ان يتوفر اكثر من شرط. اول حاجه عدم الحرمان، عدم حرمان الخليه الحيه من اي نوع من الغذاء. دي نقطه مهمه جدا اللي احنا سميناها مع بعض او قلت لحضراتكم عليها الديلي ريكوايرمنتس للخليه، المتطلبات اليوميه للخليه من الاملاح ومن المعادن، من الكربوهيدرات، من النشويات، السكريات، نعم السكريات، الخليه لازم تحتاج سكريات، الزيوت، الدهون، الى اخره من متطلبات اليوميه للخليه. ما ينفعش ان انا احرم الخليه الحيه من اي عنصر من العناصر اللي بتحتاجها على مدار اليوم. ايضا التخسيس الطبي السليم الامن، ونقطه امن دي مهمه جدا جدا جدا، لابد ان يكون بدون حدوث اي اثار جانبيه. واثار الجانبيه للتخسيس هنتناولها مع بعض على الحلقات فظيعه بمعنى الكلمه، قد تصل عافاكم الله وحافظ لكم صحتكم واعماركم، قد تصل الى حد الوفاه. شوف بقى لدرجه ايه، يعني انا ممكن ان انا اخسس اموت واحد، ممكن
وحصلت كتير جدا جدا جدا، وهنتناولها مع بعض في حلقات مفردة هنسميها الآثار الجانبية للتخسيس. يعني كتير بقى يقول لي انت حيرتنا، يا عاجبك ان احنا ندخن ولا عاجبك ان احنا نخس؟ لا، عاجبني ان انت تخس بطريقه سليمه، عاجبني ان انت تخس عن طريق طب التخسيس، عاجبني ان انت تخس عن طريق طبيب متخصص. وبعتها تاني، ربك سبحانه وتعالى يقول وكرمنا بني ادم. ربك سبحانه وتعالى كرمك واعزك، ما تجيش انت تهين نفسك ولا تهين صحتك ولا تهين ما تمتلك من كنوز بمعنى الكلمة في هذا الجسد الذي لا تدري انت انه كنز بمعنى الكلمة. وعلشان كده لازم يكون التخسيس بدون اي اثار جانبية. ايضا لابد ان يكون التخسيس بدون العودة الى الوزن مرة ثانية. مش هنقعد بقى مع بعض اخس الشهر ده وبعد 5 شهور ارجع ازيد تاني، فاروح للدكتور تاني اخس وبعدين ارجع. ما ينفعش، لان انا هصل الى درجة اللي احنا بقى بنسميها الايه، الديفنس ميكانيزم اوف ذا سيلز، الحمايه الذاتيه للجسم او للخليه، مش هتخس حتى لو عملت ايه. يعني ممكن نوصل للدرجه دي، ممكن نوصل للدرجه دي عن طريق التخسيس الخاطئ والتخسيس الوهمي اللي احنا استعرضناه مع بعض. يبقى عدم العوده الى الوزن السابق دي من شروط واساسيات التخسيس الامن. تحدثنا عن طب التخسيس واتفقنا مع بعض ان انا اول حاجه بشخص الحاله، وكتير جدا يقول لي يعني ايه تشخيص حاله؟ انا جاي تخين، انت هتشخصني في ايه؟ لا، مهم قوي 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 ان انا اشخص الحاله، اعرف اسباب السمنه دي، هل هي اسباب مرضيه؟ هل هي اسباب وراثيه؟ هل هي اسباب غذائيه؟ هل هي عادات غذائيه؟ هل هي عادات اجتماعيه؟ الى اخره، اقدر اوصل لتشخيص سبب السمنه او تشخيص سبب زياده الوزن اللي موجود. وبالتالي على هذا الاساس ببني ما أسميه لحضرتك الخطة العلاجية، الميديكال بلين اوف تريتمنت، الخطة العلاجية لنزول الوزن. هو معقول يا دكتور في خطة علاجية؟ انت مالك مكبر الموضوع قوي كده ليه؟ لا، هو الموضوع من ناحية الطب كبير. خطة علاجية، في خطة علاجية، ولازم امشي مع حضرتك خطوة خطوة، ولازم امشي مع الخلية الحية خطوة خطوة، واتخير من الوسائل الطبية والآليات الطبية ما يناسب حالة حضرتك. وقلنا واستعرضنا مع بعض بعض المداخلات السابقة ان الحالة دي بتختلف مع الحالة دي، رغم ان هي ممكن تكون سن واحد ووزن واحد، ولكن الحالة الجسمانية والوظيفية والمرضية للحالتين مختلف ده عن ده، وبالتالي هتختلف الخطة العلاجية اللي انا هضعها هنا عن هنا. وقلت لحضرتك ان ما ينفعش ان يبقى في بروجرام واحد انا ماشي عليه لكل المرضى، ما ينفعش. يبقى انا كده ما بخسسش صح، يبقى انا كده مش شغال طب صح، ولكن بقى شغال حاجه تانية دي نسميها اي مسمى اخر. ولكن يجب وضع الخطه العلاجيه السليمه للحاله اللي قدامي، ونبتدي ان احنا نتابع مع بعض ونشوف اجهزه الجسم كافه من اولها الى اخرها. استحاله كطبيب متخصص ان انا اغمض عيني عن مريضي لحظه واحده. كتير جدا من اللي بيتابعوا تخسيس للاسف في مراكز او في اماكن يعني انا بسميها غير طبيه للاسف، ان هو مجرد بس بيروح له كل اسبوع يغير له الرجيم بتاعه يوزنه وهكذا. ده مش طب، ده مش طب. ولكن لازم ان انا بشوف المريض بتاعي، بشوفه كل اسبوع، ممكن اغير له الرجيم، ممكن وممكن ما اغيروش، ممكن ما اغيروش. حالات كتيره جدا 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 نزلت 30 و40 كيلو على نظام واحد ما غيرتوش. ليه؟ جسمه محتاج كده، ودي الخطه العلاجيه بتاعتي. هبتدي اغير بقى في حاجات تانية، سواء الابر الصينيه، سواء الكمبيوتر، سواء الكرايو، سواء الكافيتيشن، سواء الليزر، الى 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 اخره من الاليات الطبيه. ولكن قد يكون النظام الغذائي واحد اثناء فتره العلاج كله، وينزل زي ما بقول لحضرتك عليه من 30 الى 40 كيلو في الفتره العلاجيه بتاعتي. يبقى ليس التخسيس مجرد ان انت بتذهب الى مركز بيوزنك، يديلك يغير لك النظام وهكذا الى اخره، ويبتدي ان هو يشق جدا 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 على الخليه الحيه برجيم قاسي، ويشق على حضرتك برياضه قاسيه، وده خطا طبي رهيب. ما ينفعش واحد وزنه 120 كيلو واقول له لازم تجري، انا بموته. ما ينفعش واحد 120 كيلو اقول له روح الجيم والعب، انا بدمر الكارتليج او المفاصل بتاعته سواء الركبتين او الظهر. عشان كده لازم خطة علاجية سليمة. ما ينفعش واحد 120 كيلو اقول له هعمل لك ميزوسيريب او الحقن الموضعي للدهون يبقى انا كده بتاجر بيه وبضحك عليه. كل هذه المفردات طب بمعنى الكلمة، ليها وقتها المعين اللي انا بتدخل بيها، ليها طريقتها المعينة، ليها مرضها المعين، ليها النوع المعين اللي انا ممكن استخدمه مع الحالة اللي قدامي.
تحدثنا في طب التخسيس في الحلقتين السابقتين عن الدايت أو أنظمة الرجيم اللي احنا تحدثنا عنها الكثيرة، وتحدثنا أيضا عن الأعشاب ومرينا عليها مر الكرام سريعا كده، وتحدثنا عن الإبر الصينية، ودي كانت من آليات الطب البديل المحترمة جدا والمهمة جدا، ويعني تحدثنا فيها برضو باختصار، ولكن كان لازم نلفت النظر لها. طب هل يا ترى في آليات أخرى من الممكن أن أنا أستخدمها في طب التخسيس وفي تنزيل الآمن للوزن الزائد؟ طبعا في، والخريطة زي ما بقول لحضرتك الخريطة العلاجية بتاعتك بتكون مليانة بمفردات، ولكن ما يطلبه جسدك هو اللي أنا هطبقه كطبيب عنده ضمير وعنده مهنية. دي نقطة مهمة جدا. أنا ممكن أشتغل مع حضرتك الكرايو والكافيتيشن بأسعار غالية جدا بس أنت مش محتاجها، يبقى كده فقدت المهنية وفقدت الضمير المهني، عشان بس نبقى ايه يعني واضحين مع بعض. يبقى تحدثنا عن الدايت او الانظمه الغذائيه، تحدثنا عن الاعشاب، تحدثنا عن الرياضه سريعا ايضا وقلنا ازاي نعملها وازاي وامتى والكلام ده كله، وثم تحدثنا عن الابر الصينيه وشرحت لحضراتكم الوظائف بتاعتها وايه تدخلها في الجسم بيحدث ايه، وما شاء الله سبحانك يا رب علم الانسان ما لم يعلم، كيف ان هي ليها يعني مفعول السحر في كثير من الامراض وليس التخسيس فقط. ومش عايز اقول لك ان التخسيس ده اسهل حاجه في الابر الصينيه. هاجي بعد كده هحدث حضرتك النهارده عن باقي اليات الطب البديل في التخسيس. في جهاز اسمه الكمبيوتر، وده اكتشف او صمم من حوالي 12 سنه او 13 سنه، وهو يعني نادر الوجود دلوقتي شويه، لان برضو يعني انا هرجع اقول تاني الحاجات اللي هي بتبقى سعرها رخيص شويه للاسف في كتير من المراكز ابتدت تقول لك لا مش هشتغل بيها لان هي ليست ذات فائده ماديه، وده طبعا مش صح، ولكن انا بتحدث مع حضرتك النهارده او في برنامجك ده عن الفائده الطبيه وليست الماديه. الكمبيوتر او الكمبيوترايزد ماشين ده عباره عن جهاز للتخسيس الموضعي وللشد، بوصله على الأماكن اللي أنا عايز أخسسها، مثلا البطن أو الأرداف أو الجناب، بوصل الجهاز بالأماكن دي، بيحدد ثلاث حاجات مهمة جدا: نوع الدهون، كمية الدهون، وتوزيع الدهون. إيه ده نوع الدهون؟ إيه هو؟ في أكتر من نوع من الدهون؟ طبعا في أكتر من نوع من الدهون في الجسد البشري، برضه هنتحدث عنها ليس مجالها النهاردة يعني. يبقى هيحدد لي ثلاث آليات دول أو ثلاث نقاط دول: نوع الدهون، توزيع الدهون، وكمية الدهون. بعد ما بيحدد التلاتة ايتمز دول او تلات نقاط ديت، يبتدي يعمل بروجرام للمعلومات اللي اخدها من جسم حضرتك، وبناء على هذا البروجرام وهذه المعلومات يديني هذا الجهاز موجات ذبذبات، موجات ترددية ذات طول موجي معين يتناسب مع التلات نقاط اللي عرفهم عنك، شدة معينة، الانتنسيتي معينة يتناسب مع الثلاث معلومات اللي أخدتهم عنك، ويبتدي يشتغل على الأماكن دي اللي هي الموضعية. هيعمل فيها إيه بقى؟ اللي هي الموجات الترددية التذبذبية دي بالطول الموج المعين أو بالانتنسيتي أو بالشدة المعينة، هيعمل إيه في الدهون وفي الجلد في الأماكن دي؟ أول حاجة هيفتت الدهون دي، ثم تاني حاجة هيسيح الدهون دي، ثم ثالث حاجة هيعمل شد للجلد وللعضلات في المنطقة ديت. يبقى أنا في الحالة ديت أنا عملت ثلاث أهداف طبية لازم إن هي تتعمل في المكان ده علشان ما يحدثش أثر جانبي من الترهل ومن كرمشة الجلد ومن اللي هو الأورنج سكين أو جلد البرتقانة أو البثور اللي تبقى موجودة في الجلد. يبقى الجهاز ده غرضه الشد الجسم والتخسيس الموضعي في مكان معين، وبيختلف من انسان لانسان. هو اللي بيغير نفسه، لان هو بروجرامر يعني مصمم ان بيديله معلومات معينه وعلى اساسها بيديلك الموجات المعينه. هيخليني اتكلم مع حضرتك على نقطه مهمه قوي، وهي حته الذبذبات. مش كل ذبذبات بتخسس، ومش كل ذبذبات تبقى صحيحه او طبيه، لا ده لازم طول موجي معين زي ما قلت لحضرتك، ولازم انتنسيتي او قوه معينه للموجه ديت. وبالتالي انا باثر فقط على الخلايا الدهنيه، باثر فقط على الجلد والعضلات، ماليش دعوه بالاوعيه الدمويه، ماليش دعوه بالاعصاب، دي نقاط مهمه جدا، ماليش دعوه بالعظام اللي موجوده في المكان ده. وبالتالي زي ما بقول لحضرتك ده حاجه طبيه وليست حاجه تجاريه. في اجهزه كتير جدا بيعلن عنها ان هي بتعمل ذبذبات وبتعمل انقباض للعضلات فتخسس، كل الكلام ده كلام ليس له اي علاقه بالطب من قريب او من بعيد، له علاقه فقط بالبزنس، له علاقه فقط بالفلوس اللي هو عاوز ياخدها من وراء هذا الجهاز.
جهاز الكمبيوتر من الأجهزة زي ما بقول حضرتك المحترمة والمهمة جدا، ولكن ابتدى يختفي من كثير من الأماكن، لأن جلساته بسيطة ما هيش غالية زي الكرايو أو الكافيتيشن أو الليزر أو الانفراريد إلى آخره من الحاجات الحديثة اللي استحدثت. هل معنى أن أنا أستخدم حاجة قديمة أن هو وحش من ناحية طبية؟ للأسف للأسف أنا بأسف بقولها، في وقتنا الحالي لا، ما بقتش النظرة كده، النظرة بقت مادية أكتر منها طبية، وده اللي بيحدث. واعتقد لو يعني بعض الزملاء الافاضل يتفضلوا علينا بالمشاهده هيشاركوني في هذا الراي وهيوافقوني على هذا الراي. ابتدت النظره تبقى في استحداث ما هو اكسبنسيف اكتر، غالي اكتر، ان هو يجيب لي راجع مادي اكتر، وده طبعا مش صح من الناحيه لا الطبيه ولا الانسانيه ولا الدينيه. ولكن زي ما بقول لحضرتك الكمبيوتر رغم بساطته بيجيب نتيجه طيبه جدا، ويقابل في نفس الوقت الاجهزه الحديثه زي الليزر والكرايو والكافيتيشن اللي احنا هنتحدث عنهم برضو. طب التخسيس باللي انا بحكي فيه ده، هل يا ترى من الممكن ان هو ينزل مريض معايا 20 30 كيلو مثلا؟ يعني دكتور انا زايد 20 كيلو، ما اعتقدش يا دكتور اسامه ان الكلام اللي انت بتحكيه ده هينزلني ال 20 كيلو، ده كبيرك قوي 5 6 كيلو. ما اعتقدش يا دكتور اسامه انا عندي 30 كيلو زايد، وما اعتقدش ان انت بالكلام البسيط اللي انت بتشرحه لنا ده هنقدر ان احنا ننزل ال 30 كيلو دول. طب ولو 50 كيلو زياده؟ طيب ما انا اقول لحضرتك حاجه، ما تيجي كده اعرض لحضرتك مداخله سابقه من حلقه فاتت، واكيد كتير من متابعين برنامج شافوها قبل كده، نسمع الحاله دي كده ونشوف نزلت قد ايه ونشوف اخبارها ايه وازاي نزلت الوزن اللي انت لسه دلوقتي بتقول لي مش ممكن ومش هينفع ومش هنقدر. خلينا نشوف مع بعض المداخله ديت ونرجع تاني مع بعض نحللها من الناحيه الطبيه، ولكن تفضلا من حضراتكم نسمعها بالعقل وليس بالعينين والاذنين زي ما اتعودنا مع بعض دايما، نسمعها بالعقل كده ونشوفها بالعقل ونرجع تاني مع بعض نحللها من الناحيه الطبيه. استاذ نادر السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حاجه يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا نادر، اتفضل. والله انا بتصل عشان اشكر حضرتك واقول لحضرتك على الهواء كلها مباشره كده ان حضرتك مثال للشرف والامانه والنزاهه. ربنا يحفظك يا نادر. الله يحفظك. انا مش متصل عشان يعني عشان اسال حضرتك سؤال ولا اي حاجه، لا انت حضرتك عملت معايا كل حاجه كويسه وكل حاجه حلوه، يعني ربنا يبارك في حضرتك. بس ربنا يحفظك يا نادر. يا طب فكرني وكمل وكمل يا دكتور، كمل كمل على الطريق اللي انت ماشي فيه. يا عم استنى بس اكمل ايه، ده احنا مش هنكمل ولا حاجه، ده احنا هنقع في النص يعني. اتفضل يا دكتور. نادر فكرني كده معلش، الله يبارك لك، بالحاله بتاعتنا. انا كنت حضرتك كنت 152 كيلو. ايوه. وبعد كده الحمد لله بفضل الله يعني في 8 اشهر بالظبط خسيت 50 كيلو الحمد لله. ما شاء الله. وبعدين يا دكتور انا كنت مريض حساسيه. كنت بعاني فعلا من الحساسيه يا دكتور بقالي 5 سنين وزياده. تمام. والحمد لله بفضل الله يعني ثم بفضل حضرتك بعد ربنا طبعا، انا الحمد لله دلوقتي حتى لو تعبت او جالي برد الحمد لله العلاج بتاع حضرتك ماشي عليه، الحمد لله انا دلوقتي ولا بحتاج ان انا اخد كورتيزون ولا بحتاج ان انا اخد الحقن المضاد الحيوي ولا الكورتيزون زي الاول ولا البخاخات. ما شاء الله والحمد لله. يعني انا طبيعي و100% الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طيب نادر احنا نزلنا 50 كيلو كان عن طريق حاجات طبيعيه ولا ايه الاخبار برضه عشان تبقى عارفه؟ لا بصراحه يا دكتور انا مشيت مع دكاتره كتير الاول قبل ما اجي لحضرتك وكان عندي يأس. تمام. وكانت والدتي كانت تيجي تقول لي تعال اعمل ريجيم او اوديك للدكتور اسامه، كنت اقول لها لا. تمام. انا نفسيتي متعقده. تمام. ومش عايز اروح وكنت داخل على حضرتك اول يوم في العياده وعارف ان انا مش هكمل مع حضرتك. تمام. حضرتك فاهمني. تمام. عشان كده حضرتك قلت لي لما دخلت عند حضرتك اول يوم في العياده قلت لي لو زهقت من الرجيم قول لي وانا هريحك. تمام. هريحك شهرين ثلاثه وفعلا فاكر حضرتك في رمضان لما حضرتك ريحتني وقلت لي ما تعملش رجيم وفضلت مريح شهرين ما تخنتش فيهم الا حوالي 2 كيلو بس الشهرين دول كلهم. ما شاء الله. تمام. ويعني بس كله بصراحه كل حاجات طبيعيه، يعني انا جربت علاج كنت بشتري علاج من الصيدليه وكنت بجرب منتجات كده يا دكتور بصراحه ما عرفناش اي مصدر قبل ما اجي لحضرتك. تمام. بعد كده بصراحه العلاج اللي حضرتك كنت بتديهوني ممتاز جدا وكلها طبعا البرشام كان حاجات طبيعيه، الاعشاب الحرق كانت بسم الله ما شاء الله يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده السحر
بسم الله ما شاء الله، الحمد يعني لله رب العالمين، الحمد لله. كانت جميلة تمام. وبفضل الله الحمد لله. دلوقتي أنا يعني لو أقول لحضرتك، أنا بفضل الله دلوقتي عايش حياة سعيدة عن الأول. الحمد لله رب العالمين يا نادر، الحمد الحمد لله. لله. انت سنك كام يا نادر؟ أنا سني دلوقتي 24 سنة يا دكتور. ربنا يديك الصحة حبيبي. انا متشكر جدا ربنا للمداخلة الكريمة، والله وتحياتي للسيدة الوالدة، واسألك من الدعاء الدائم منكم يا رب ان شاء الله. والله العظيم يا دكتور، ده يعني حق المفروض أقدمه لحضرتك قدام الناس كلها، ربنا يخليك يا نادر، ربنا لأن يخليك. أنت بجد حاجة عظيمة. انا ربنا يبارك متشكر في علم ليك، ربنا حضرتك. يخليك، ربنا يخليك. ده حقك عندي يا ابني، ده حقك عندي. انا متشكر ربنا ليك يبارك جدا في يا نادر. حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم مرة تانية. يا ترى شهدناها بالعقل وسمعناها بالعقل زي ما تعودنا. نادر ما شاء الله كان 152 كيلو، عنده 24 سنة، 152 كيلو. تخيل حضرتك شاب عنده 24 سنة وزنه 152 كيلو، فطبعا يعني لك أن تتخيل حالته النفسية عاملة إزاي، حالته الاجتماعية الذهنية إلى آخره. وزي ما سمعنا مع نادر يعني في 8 شهور بفضل الله سبحانه وتعالى نزل 50 كيلو، يعني بقى 102، ولسه هنكمل إن شاء الرحمن، بقى 102، نزل 50 كيلو. هو ده طب التخسيس اللي أنا بحكي لحضرتك عليه، هو ده طب التخسيس اللي أنا بكلمك عليه دلوقتي، هو ده طب التخسيس اللي حضرتك بتقول لي مش هنقدر إن إحنا ننزل 30 40 كيلو. لا، إحنا نزلنا 50 كيلو أهوت مع نادر، من 152 إلى 102 في 8 شهور. طيب مش 8 شهور كتير يا دكتور؟ شوف حضرتك، منظمة الصحة العالمية بتوصي بتنزيل الوزن نصف إلى 2 كيلو كل أسبوع، يعني من 4 إلى 8 كيلو أسبوعيا شهريا، من 2 كيلو إلى 8 كيلو شهريا. ده النزول الطبي الصح. طب ما تيجي ناخد الأقصى شيء اللي هو 8 كيلو، وده اللي حصل مع نادر، إن أنا أنزل حضرتك 8 كيلو كل شهر بناحية طبية آمنة وسليمة. هو ده غرض الطب، وهو ده الطب اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله رحمة للإنسان، ودي نقطة مهمة جدا. يبقى مش شطارة ان انا انزلك الخمسين كيلو في 3 4 شهور لانك هترجعهم اكتر من الاول، ولكن الصح من الناحية الطبية ان انا انزل حضرتك زي ما الطب قال، انزل حضرتك بطريقة طبية سليمة، وانزل حضرتك الوزن اللي احنا عايزينه. وزي ما سمعتوا حضراتكم ان نادر يعني مشي مع دكاترة كتير ويأس زي ما هو بيقول، ونفسيتي متعقدة زي ما هو بيقول برضو، كل الكلام ده معظم اللي بيشاهدني دلوقتي يقول لي انا اتعرضت للكلام ده. انا ومعظم اللي بيقول لي العياده بيقولوا نفس الكلمه، انا جاي لحضرتك ويعني انا ما عنديش امل، انا مشيت مع دكاتره كتير جدا، انا يأست كتير جدا. ولكن لو بحثنا عن سبب النفسيه المعقده واليأس اللي ألم بالمريض او بالانسان ده، هنجد ان سببه حضرتك وليس الاطباء وليس الدكاتره، حضرتك، لان انت بتختار الطريق الخاطئ، بتختار طبيب غير متخصص، بتختار مكان غير متخصص، بتختار اعلان معين، بتختار معرفش كبسولات بتعمل ايه اللي احنا اتحدثنا عنها في التخسيس الوهمي، الكلام اللي هو بعيد عن الطب تماما. تلاقي نفسك بتصطدم بحاجه ان انت لا بتخس، ولو خسيت بترجع اكتر من الاول، غير الاثار الجانبيه اللي انت بتحصدها. طيب ما انا قدامي اهوت نادر نزل 50 كيلو ولم يحدث اي اثار جانبيه زي ما سمعتم حضراتكم. نادر بيقول انا داخل من اول يوم وعارف ان انا مش هكمل، بناء على الباست هيستوري او التاريخ السابق للي حصل مع التجارب السابقه مع نادر. يعني داخل معاه اليوم مش لا ده كمل نادر ما شاء الله ونزل 50 كيلو ولسه هنكمل تاني ان شاء الله لغايه ما نوصل للوزن المثالي بتاعه. في نقطه مهمه قوي نادر قالها، وهو بيقول ان انا قلت له انا هريحك لما تحس ان انت تعبت مني قول لي، وقد حدث، حصل، انا تعبت يا دكتور، انا زهقت، طب ريح مني شهرين، وريحته شهرين فعلا. وزي ما سمعتم من نادر في الشهرين دول المفروض بقى لو انا بخسس خاطئ اللي نزلوا يرجعوا تاني واكتر، لا ده هو زاد 2 كيلو فقط، لان انا كنت شايل من عنه الرجيم، يعني انا ريحته شهرين سواء من الجلسات سواء من الاعشاب سواء من العلاج ايا كان، حتى من الرجيم من الدايت نفسه ريحته ايضا شهرين منه، من المفروض ان هو هيزيد، لا ما زادش ما شاء الله، لان ده طب، انا بطبق طب، ما يعني انا اسف في كلمه، ما بعملش حجاب مثلا يخسس ولا بعمل عمل يخسس، لا ده طب بني على حالات وبني على ابحاث ودراسات وخرجنا بالنتيجه النهائيه اللي احنا بنشتغل بيها. ريح شهرين زاد فيهم 2 كيلو ورجعنا تاني وكملنا مع بعض مشوار التخسيس الطبي. نادر بيقول كنت بجرب منتجات ما اعرف لهاش مصدر
واعتقد ان كتير جدا من حضراتكم هقول اه انا جبت معرفش ايه من النت، انا جبت ايه من قناة ايه، انا جبت ايه. كل الكلام ده ليس له اي علاقة بالطب، لا من قريب ولا من بعيد. وقلت لحضراتك في التخسيس الوهمي على مدار 3 حلقات، كل ده تجارة بيك، وانا اسف في الكلمة، اهانة ليك رغم تكريم الله سبحانه وتعالى لك، لان ده غير مبني على دراسات، غير مبني على حالات بنشوفها بعينينا وبنحصد الاثار الجانبيه ونشيل ده ونحط ده ونزود الى غايه ما نوصل لنتيجه نهائيه تكرم حضرتك، تحافظ على صحه حضرتك، تحافظ على مال حضرتك، تحافظ على جسم حضرتك، تشيل تماما المعاناه اللي انت بتعانيها بقالك كتير بسبب الوزن الزائد. طبعا نادر يعني كان عنده أيضا حساسية صدر لمدة 5 سنوات، وبفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا أن نعالج أيضا حساسية الصدر عن طريق الأعشاب. هو نفسه بيقول لا كورتيزون ولا بخاخات ولا حقن، وقفها كل دي علاج طبي وخطوط علاجية طبية، ولكن كم الأثار الجانبية ليها كبير جدا جدا. هل لما ربك سبحانه وتعالى يفتح لك باب رحمة آخر تقدر من خلاله أن أنت تستغنى عن الحاجات دي ولا تتعرض للآثار الجانبية، هل نقفله ونقول لا ده دجل ازاي؟ عمر الطب البديل إن كان على أسس طبية ما كان دجلا أو وهما، لا كان حقيقة زي ما احنا سميين. وقفنا الكورتيزون، وقفنا البخاخات، وقفنا الحقن لحساسية الصدر، وابتدينا نمشي على أعشاب، وزي ما سمعتم من الحالة بفضل الله سبحانه وتعالى أصبح إنسان طبيعي تماما وبتنفس كويس جدا وما خدش الحاجات دي واستغنى عنها تماما في الفترة اللي هو الحمد لله رب العالمين قدر ان هو يكون معنا فيها. حالة نادر يعني اتمنى ان احنا نفهمها كويس، واتمنى ان احنا نفهمها ونفهم الغرض منها. ليس الغرض منها دعاية للشخص اللي قاعد قدامك، لا خالص، بدليل ان انا بكتب لا عنواني ولا تليفوني زي ما حضراتكم متعودين مني على مدار 13 سنة. ليس دعاية لشخصي، ولكنه دعاية للطب، دعاية للطب التخسيس، ان حضرتك تبحث عن الطب، تبحث عن الطبيب المتخصص، هتجد نفس النتيجة مع ايا كان، مش مع أسامة حجازي فقط، اي طبيب متخصص هتجد معاه النتيجة اللي احنا سمعناها ولمسناها وشفناها بعقلنا قبل عينينا وقبل قدامنا مع بعض. دي حالة من الحالات نزلت 50 كيلو، استخدمنا معها زي ما حضراتكم سمعتم من نادر الأعشاب وبعض الكبسولات المصنعة من الأعشاب بطريقة طبية سليمة، ودي نقطة مهمة جدا معترف بيها، معروف أثرها الطبية إيه، معروف إن ملهاش أثار جانبية. كل الحاجات دي مهمة قوي 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 إن أنت تاخدها عن طريق طبيب متخصص يكون على علم وعلى دراية هو بيديلك إيه وهيعمل إيه مع الجسم ومع الخلية الحية. كلمت حضراتكم عن الكمبيوتر، هتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا، وهي ده دلوقتي زي ما بيقولوا موضة العصر، اللي هو الكرايو والكافيتيشن والليزر. كلمة كرايو، كرايو يعني تجميد، كرايو يعني تجميد، ده باليوناني كرايو، بيجمد الخلايا الدهنية. جهاز الكرايو عبارة عن جهاز للتخسيس الموضعي أيضا وليس التخسيس الكلي. يعني أنا عندي واحد جاي كل مشكلته ان عنده زياده في البطن، كل مشكلته ان عنده زياده في الجناب اللي هي بنقول عليها الطوق اللي العوامه، في زي ما يكون لابس عوامه في وسطه، ففي زياده من هنا ومن هنا ومن هنا. الكرايو انا بستخدمه في الحاله ديت، معنى كده ان الكرايو ما ينفعش ان انا استخدمه في كل حالات التخسيس، وما ينفعش ان انا استخدمه الا في حالات معينه علشان اقدر اصل بنتيجه كويسه جدا. طيب الكرايو بيعمل ايه معايا؟ الكرايو بيبتدي يجمد الخلايا الدهنية، تجميد الخلايا الدهنية بيفقدها الكونتينتس بتاعتها أو المكونات بتاعتها. يبقى أنا عندي خلية أصبحت عبارة عن غلاف فاضي، وبالتالي بيبقى سهل جدا مع رجيم بسيط أن أنا أتخلص من الخلايا الدهنية ديت، وبالتالي أبدأ أن أنا أتخلص من السمنة الموضعية أو الزيادة الموضعية اللي بتؤرق كتير جدا جدا جدا، واللي كتير جدا من حضراتكم بيسعى أن هو يخلص منها، ولكن بتبقى فيه مشكلة كبيرة قوي معاه، لأن بينزل كله ما عدا الجنبين أو ما عدا البطن أو ما عدا الهانش، ويفضل زي ما هو نفس المشكلة، يبقى احنا ما عملناش حاجة. ده الكرايو. أمال إيه الكافيتيشن؟ الكافيتيشن عبارة عن معنى الكلمة تجويف، تجويف جهاز معين أيضا للتخسيس الموضعي، بنضعه على أماكن معينة اللي أنا عايز أخسسها، يعمل لي تجويف للخلية الدهنية. يعني الخلية الدهنية كده، لا ده هو هيعمل فيها تجويف من الداخل، عامل زي يكون شنيور بالظبط، أنا هشتغل بالشنيور ده داخل الخلية الدهنية ديت لغاية ما خليها فقط غلاف،
هذا الغلاف سهل على الجسم جدا ان هو يتخلص منه، يبقى انا تخلصت من الخليه الدهنيه كاملا. ايضا الكافيتيشن ليه حالات معينه، ليه وزن معين ان انا اشتغل بيه، ما ينفعش ان انا اشتغل بالكافيتيشن او بالكرايو فوق ال 85 كيلو. يعني ما ينفعش واحد 90 كيلو ابتدي اشتغل معاه الحاجات دي، لا، انا ابتدي انزله طبيا لغايه ما ينزل 85 او 80، ثم ابدا معاه مرحله الكرايو او الكافيتيشن. مصاحب مع الكرايو والكافيتيشن اليتين مهمين جدا، هو الليزر والانفرا فريكونسي، انفراريد فريكونسي، الموجات تحت الحمراء التردديه. دول بيعملوا ايه بقى معايا؟ مهم قوي ان انا لما هشتغل سواء بالكرايو او بالكافيتيشن التجميد او التجويف للخليه الدهنيه، وهبتدي افقد الخليه الدهنيه، عايزك تتخيل معايا ده الجلد بتاعي، خلفه كده خليه دهنيه، تمام؟ انا شلت الخليه الدهنيه دي، هيحصل ايه للجلد؟ هيترهل الجلد وهيكرمش، ودي مش عايزينها طبعا. يعني انا مش رايح اخسر عند حضرتك عشان تشيل لي السمنه وتجيب لي ترهلات، وبالتالي بدخل مع الليزر والاي اف علشان النقطه دي، لان بيدخل لي على طبقات الجلد، واحنا اتفقنا ان الجلد طبقات، 7 طبقات، وبالتالي يبدا الليزر او الاي اف ان هو يدخل في الطبقات دي ويشد لي الجلد ويزود الالاستيكيه للجلد، وبالتالي أبدأ إن أنا ألغي تماما موضوع الترهل أو موضوع التجاعيد اللي ممكن تحصل أو الكرماشة للجلد اللي ممكن تحصل مع التخسيس بتاعي. هل ممكن آليات الطب البديل تعمل الكلام ده كله؟ يعني إحنا سمعنا نادر وشفنا إن هو نزل 52 كيلو. طيب إيه رأي حضراتكم؟ معلش برضو أريحكم مني شوية ونسمع حالة تانية من مداخلة سابقة نشوفها مع بعض أيضا تفضلا بالعقل وليس بالعينين والأذنين، ونرجع مع بعض تاني نحللها من الناحية الطبية ونشوف إزاي إن ممكن مع طب التخسيس نادر نزل 50 كيلو. تعالوا نشوف الحالة دي كده نزلت قد إيه مع طب التخسيس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أسامة. أي رامي معك، تفضل. مع حضرتك رامي حسن من الشريعة دكتور. أهلا بيك يا رامي، أهلا وسهلا. الله يخليك. أنا حضرتك كنت مع حالة مع حضرتك، حالة التخسيس. اهلا يا رامي، اهلا وسهلا. اللي انا ما عرفتكش في الجلسه الماضيه. لما دخلت على حضرتك قلت لي ما عرفتكش وانت داخل. اتفضل يا رامي، اتفضل. الحمد لله رب العالمين. انا بشكر حضرتك يا دكتور، وربنا سبحانه وتعالى يزيدك علم وينفعنا بعلمك يا رب، وينفع الناس كلها بعلمك يا رب. ربنا يحفظك يا رب. انا دكتور بس حابب اتكلم قدام المشاهدين والمشاهدات ان انا حتى الناس تستفاد. انا حضرتك مشيت مع حضرتك 4 شهور، نزلت فيهم خسرت من وزني حوالي 31 كيلو. 31 كيلو. 31 كيلو في 4 شهور. تمام. كان وزننا كام يا رامي؟ وده حاجة خلاني سعيد جدا. كان وزننا كام؟ كان وزني 120. 120، وفي الآخر وصلنا ل 89 صح؟ بعد 4 شهور 89. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ده الفضل لله أولا وأخيرا ثم لحضرتك. ربنا يحفظك يا رب. وللحاجات الطبيعية اللي حضرتك قلتها لي، قللت الشهية عندي وزودت الحرق. والحمد لله رب العالمين، انا دلوقتي بقيت انسان ثاني واتغيرت ومبسوط جدا، وحابب الناس كلها تستفاد من علمك، وربنا سبحانه وتعالى يزيدك علم يا رب وينفع الناس بعلمك يا رب. الله يبارك فيك. النتيجه الحمد لله رب العالمين مرضيه ليك يا رامي؟ الحمد لله قوي 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 قوي، الحمد لله رب العالمين. انا بقيت انسان ثاني بفضل الله عز وجل، اتغيرت بفضل الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. في اي اثار جانبيه يا رامي معاك؟ لا الحمد لله تمام، ما فيش لا دوخه ولا في جوع ولا في اي حاجه خالص بفضل الله عز وجل. انا بكامل نشاطي وكامل صحتي وكامل طاقتي الحمد لله، وبروح شغلي وجاي من شغلي الحمد لله. يعني الحمد لله ما كنتش محروم من حاجه، كنت بس النسب قليله بس مش اكتر. لا تمام. يعني قدرنا يا رب العالمين، قدرنا عن طريق الطب البديل ان انا اقلل لك الشهيه وازود لك الحرق فعلا. الطب البديل هو بمثابه الاصل بالنسبه لي، وده فعلا انا كنت مفتقد، لان رحت يعني لدكاتره بدون داعي ذكر اسماء قبل كده، وحسيت بجوع وحسيت بهبوط بعد 2 3 يومين من الرجيم، حسيت ان انا فعلا تعبان مش قادر اعيش حياتي، مش قادر اروح، مش قادر اجي، حرمان فظيع فوق الخيال. انما مع حضرتك بالطب البديل وبالحاجات الطبيعيه اللي حضرتك تتالي، الحمد لله رب العالمين، انا كنت باكل كل حاجه. يعني كنت باكل في الفطار طعميه بس بالنسبه لي طبعا، وفي الغداء باكل رز ومكرونه وخضار، كل شيء كنت باكل مع الجماعه اهل البيت عادي، يعني ما كنتش محروم من حاجه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. عندك كم سنه يا رامي؟
انا عندي 30 سنه دكتور. ربنا يا رب يديك الصحه، انا متشكر جدا لمداخلتك. لا لا لا، ده شكر لحضرتك، وانا يعني لما اشكر الناس لما اشكر الله، وحضرتك ده لازم يعني من حقك عليا ان انا برضو، ومن حق الناس عليا برضو ان هم عشان يستفادوا ويعرفوا الخير اللي انا وصلت له. الحمد لله، فضل ربنا اولا ثم فضل حضرتك. الحمد جزاك لله الله خير رب دكتور. العالمين، الحمد لله. انت ليك هديه جزاكم عندي، الله خيرا. ليك هديه عندي جنيه فضه بقى تعالى خده ان شاء الله. حاضر. أشكرك على مداخلتك شكرا يا رامي، وجزاك الله خيرا على حسن الدعاء. شكر الله لك أخي الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية. سمعنا مداخلة من رامي. رامي ما يختلفش كتير عن نادر، ولكن يختلف في الوزن. يعني هو رامي عنده 30 سنة، كان نادر عنده 24 على ما أتذكر. رامي 120 كيلو، نادر كان 152 كيلو. رامي نزل ما شاء الله في 4 شهور 31 كيلو. لما نحسبها كده هتلاقي فعلا 8 كيلو كل شهر، زي ما انا كنت بتحدث مع حضرتك. وهو ده الطب. يعني انا يعني زي ما بعيد تاني، ما بعملش حجاب ولا بعمل عمل، هو ده الطب. نزل فعلا 8 كيلو كل شهر تقريبا، ما شاء الله في 4 شهور نزل 31 كيلو جرام. جميل قوي 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 الكلمه، بيقول لك انا سعيد جدا. يعني اعتقد ان الكلمه دي بتسعد الطبيب اكتر من المريض على فكره. يعني بتسعد فعلا الطبيب اكتر من المريض، يقول لك انا سعيد جدا. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا دائما مفتاحا لكل خير لحضراتكم، ومغلاقا لكل شر عنكم يا رب. بقى انسان تاني على حد قوله، بقى انسان تاني. فقط 30 كيلو او 31 كيلو من وزنه، بقى انسان تاني بمعنى الكلمه. مهم قوي ان انا كنت اساله عن الاثار الجانبيه قدام حضراتكم، عشان يكون كلامي واقعي امامك. يعني بقوله في اي اثار جانبيه حدثت؟ قال لي ما حصلليش اي اثار جانبيه خالص، انا في كامل حيويتي وفي كامل نشاطي، ما كنتش محروم من حاجه. ودي نقطه مهمه جدا، وانا قلتها في اول الحلقه، ما ينفعش ان انا احرم الخليه الحيه من اي شيء. وعلى حد قوله يعني وبياكل اكل طبيعي تماما، يعني بيفطر طعميه زيي وزيك وزي اي حد، بياكل رز ومكرونه زينا كلنا. يعني مش معنى التخسيس ان انا احرمك، دي يعني نظرية خاطئة ونظرية مجرمة بمعنى الكلمة. وبالتالي لا، أنا باكل كل حاجة ومفيش حرمان من أي حاجة خالص. نقطة مهمة أوي، هو راح لدكاترة كتير وجد حرمان، وجد جوع على حد قوله، وجد هبوط. لأن إن أنا أحرم الجسم وأحرم الخلية الحية وأشق عليها، لا، هجد اللي هو رامي بيقوله، الحرمان والجوع والهبوط، وما أقدرش إن أنا أكمل. وده اللي بيحدث كتير جدا جدا، وده اللي سوق سمعة طب التخسيس. بس هو طب التخسيس بريء تماما من الناحية ديت، ولكن للأسف يعني لصقت بطب التخسيس. أعتقد أن حالة رامي جديرة أن احنا نفهمها بالعقل ونشاهدها بالعقل ونسمعها بالعقل وليس بالعينين والأذنين، لأن دي حالة زي نادر ما سمعنا معاه. مهم قوي أعرف أن في فعلا ما يسمى بطب التخسيس. كتير قوي من حضراتكم يقول لي احنا بنروح لدكاترة كتير متخصصين، ولكن للأسف ما بنلاقيش النتيجة اللي حضرتك بتحكي عليها. لا، يبقى طبيب مش متخصص. لو انت بقى دلوقتي بتقول لا، ده انا جيت لك انت يا دكتور اسامه وما لقيتش النتيجه، اوافقك. مش هقول لك لا، مش هقول لك انت كذاب، عذرا وعفوا مش هقول لك كده. اقول لك انت جيت لي وما لقيتش نتيجه لان انت ما التزمتش بالخطه العلاجيه. العيب مش عندي ولا في الطب، العيب عند حضرتك، انت ما التزمتش بالخطه العلاجيه. مهم قوي لما بتيجي عندي، وانا دايما بقولها للمريض بتاعي، يا نمشي صح يا بلاش. وفر مشوارك ووفر مجهودك ووفر فلوسك وبلاش تكمل. يعني نمشي صح ونسمع الكلام اللي هيتقال. ودايما كلمة بقولها، الطب عبارة عن 1+1=2، ما بيسويش 3، وما ينفعش يسوي 3 خالص. يعني لما نسمع الكلام كاملا، ما ينفعش ان انا اخد نصه. اصل والله يا دكتور الظروف والحكاية، ما ينفع. الطب ما يعرفش الكلام ده. الطب بني على دراسات وعلى حالات معينة، ملوش دعوة بقى ان انا ظروفي بعيد عنك، ان انا ظروفي ما بقدرش اجيلك، ان انا النهاردة جالي ما اعرفش مشوار، ما قدرتش اجي الجلسة المرتين. لا، يبقى انت كده بتخل بالخطة العلاجية وبالعقد المبرم ما بيني كطبيب متخصص وما بين حضرتك كمريض وشاهد عليه الله سبحانه وتعالى. انت اخليت ببنود العقد، ما تسألش على النتيجة. هتجد النتيجة يعني للأسف غير مرضية ليك ومحزنة ليا أنا، لأن أنت ما قدرتش أن أنت تلتزم باللي احنا قلناه واللي احنا اتكلمنا عنه، رغم أن هي ما هيش مضنية ولا شاقة ولا فيها يعني فوق طاقتك خالص بمعنى الكلمة. وإلا ما كانش نادر زي ما سمعنا يعني خسس وأنا ريحته شهرين ورجع كمل تاني. يعني الموضوع بسيط جدا جدا لو التزمنا مع بعض، وابتدينا ان احنا فعلا نبتدي يعني ننفذ الخطة العلاجية اللي احنا تحدثنا عنها. تحدثت مع حضراتكم على مدار 3 حلقات عن ما يسمى بالتخسيس الوهمي، وتحدثت مع حضراتكم عن
عن مدار 3 حلقات أيضا عن طب التخسيس، ولو أن طب التخسيس محتاج أكتر بكتير جدا من 3 حلقات، ولكن أنا بحاول على قدر الإمكان أن أختصر عشان ما تزهقوش مني وما نبقاش مملين، وبحاول على قدر الإمكان أن أوصل لك المعلومة ببساطة وبدون تعقيدات طبية. مفردات طب التخسيس أو مفردات الطب البديل في مجال التخسيس كتيرة جدا، زي ما سمعت معانا تكلمنا عن الأعشاب، وتكلمنا عن الإبر الصينية، وتكلمنا عن الكمبيوتر، تكلمنا عن الكرايو، تكلمنا عن الكافيتيشن، تحدثنا عن الليزر، تحدثنا عن الاي اف إلى آخره. في طبعا حاجات تانية، في حاجات تانية لا يتسع المجال لذكرها، ولكن كل الآليات ديت يقدر الطبيب المتخصص ان هو يوظفها صح، ان هو يستخدمها صح. ما هو يعني انا اسف في الكلمه، وانا اتذكر يعني سيده كانت بتعلن عن تخسيس بالكرايو والكافيتيشن، وكانت من عشاق الصفحه الرسميه للدكتور اسامه حجازي. فلما وجدت كده فبتحدث معها عن طريق الصفحه، فبقول لها ما ينفعش ان حضرتك مش طبيبه وانك تستخدمي الكرايو او الكافيتيشن. قالت لي لا عادي، ده جهاز، ايه المشكله ان انا استخدمه؟ قلت لها طيب ما هو المنظار جهاز، ما تستخدمي بقى المنظار وتعملي عمليات. قالت لا اصل دي حاجه ودي حاجه. قلت لها لا يا فندم، لا شرعا ولا قانونا ولا اخلاقيا ولا انسانيا ان احنا نعمل دي تجاره بالناس. هذه الصديقه على الفيس اللي كانت عاشقه لهذه الصفحه وبتشير كل حاجه اصبحت في لحظه عدوة لهذه الصفحة، ودايما تهاجم الصفحة ودايما تهاجم صاحب الصفحة، لمجرد فقط ان انا قلت لها لا يجوز لا شرعا ولا مهنيا ولا طبيا ولا دينيا ان حضرتك تشتغلي في حاجات طبية. معنى كلامي ان الحاجات دي رغم ان هي آلات وأدوات لابد ان يستخدمها الطبيب، ولابد ان يكون ان هو عارف يستخدمها ازاي وبيوظفها ازاي وبيشتغل بيها ازاي. واعتقد ان حديثي معكم عن الإبر الصينية في الحلقة الماضية وصل المعلومة دي كويس جدا لحضراتكم، ان لابد من طبيب متخصص ماهر يستخدم الحاجات دي، يقدر ان هو يحصل ويحصد النتيجة الرائعة اللي هو بيتمناها ويتمناها المريض نفسه. يبقى الموضوع زي ما قلت في اول الحلقة بسيط جدا وهيف جدا، وبعتذر عن الالفاظ، ولكن على ايه؟ على يد طبيب متخصص. اما ان كان غير ذلك فستحصد للاسف اثار جانبيه قد تكون اشد قسوه على الجسم البشري من السمنه ذاتها، قد تكون اشد ضررا على الجسم البشري من اكتر من السمنه نفسها. يعني لا، خليك انت تخين بدل انت مش عايز تروح لطبيب متخصص، افضل لك خليك تخين زي ما انت. اما ان كنت تبحث عن التخلص من الوزن الزائد، كنت تبحث عن التخلص من كثير من الامراض التي يقف خلفها الوزن الزائد، وهنتحدثنا كثير جدا 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 عن الامراض اللي بتصاحب زياده الوزن، يبقى لابد ان انت تقصد طبيب متخصص. وقلت لحضرتك ان تجار البشر وتجار الطب بيستغلوا هذه النقطة في الترويج لمنتجاتهم اللي احنا تحدثنا عنها في التخسيس الوهمي، وهي ليست لها أي علاقة بالطب، هم نفسهم لهمش أي علاقة بالطب لا من قريب ولا من بعيد، ولكنها تجارة، ولكنها أموال تحصد على حساب حضرتك وعلى حساب صحة حضرتك. طب التخسيس مش سهل بالنسبة احنا لنا كأطباء، ولكن إن تخصصنا فيه بيبقى سهل، وبالتالي لابد إن حضرتك زي ما ربنا سبحانه وتعالى كرمك وكرمنا بني آدم، أنت تحافظ على هذه الكرامة، تحافظ على هذا التكريم من الله عز وجل، لا تهن الجسم البشري، لا تهن الخلية الحية، لا تبحث عن علاج إلا عن طريق طبيب. وده كما ذكرت لحضرتك في الحلقة الماضية امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في الصحة وفي الطب هم الأطباء. أيضا تنفيذا لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تداووا عباد الله، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتداوي، تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له الدواء. ها نكمل، علمه من علمه وجهله من جهله. مين اللي هيعلمه؟ الأطباء. هي دلوقتي واحد يقول لي بقول لك إيه أنت يعني بتوظف الطب، بتوظف الدين لخدمة الطب. ما كانش في ايام الرسول عليه الصلاه والسلام اطباء؟ مين قال كده؟ مين قال لك ان ما كانش في ايام الرسول اطباء؟ كان في اطباء ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، من هم الخبراء اللي هو الخبير في الصحه. ما كانش في كليات طب؟ ما كانش في كليات طب، ولكن كان في ميراث طبي ابتدوا ان هم يشتغلوا عليه، وبالتالي كان في يعتبروا اطباء في وقته.
أنا لا أوظف الدين لخدمة الطب ولا أوظف الطب، ممكن أوظف الطب في خدمة الدين، ده مفيش مشاكل فيها، ولكن أنا ببعد بحضرتك عن الدجل والوهم والتجارة بصحة حضرتك، وكل ده كل ده امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى زي ما قلت، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واتباعا لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أمانة وصلتها لحضرتك، تحدثت معك عن التخسيس الوهمي، وتحدثت معك عن طب التخسيس، يتبقى ليك أن أنت تختار ولك حرية الاختيار. سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، أسألكم الدعاء واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.